مش بشوف ان هي حاجه حلوه ان مثلا لو انا معايا بارتنر انه يبص على الواتساب بتاعي. طب مثلا ممكن صاحبتي تبقى محجبه وبعت لي صوره من غير حجاب، فده ما ينفعش. هو بعت حاجه برايفت لصاحبه، انا ما ينفعش ابص عليها طبعا. يعني هو اساس اي علاقه، اي علاقه لازم الثقه اكيد. فاحنا مش عايزين حاجه على قد ما نقدر. انا بستريس تاني على بوينت ان الحياه فيها مشاكل جوهريه اهم بكتير من الكلام ده. ازاي نمشي حياتنا، حابين نجيب كام بيبي في ظروف المعيشه المضغوطه. لا دلوقتي حابين نجيب كام فولور، الموضوع يعني حاجه تانية احنا خالص. مش عايزين، هو ده اهتماماتنا. انا ازاي اتعلم اكلات جديده جوزي بيحبها بدل ما احنا بنشتريها من بره، لا هنجيبها في البيت. فهو على فكره انا عايزه اقول لك ان الست اللي بيبقى ده الكونسبت بتاعها بتغلى جدا في عين جوزها طبعا، ان هو يحس ان هي خايفه عليه وخايفه على فلوسه ودي الحياه الزوجيه السليمه على فكره. يعني ده التفكير وده العطاء وده الحب المترجم بسلوكيات غير مباشره. هو ده الحب بجد، وده اللي بيكمل وده اللي بينجح وكل حاجه بالظبط. ده اللي بيكمل فعلا وده اللي بينجح. انما فكره ان انا لا انا هضايقه هحط صوره انا لبسي فيها اوفر شويه علشان اخليه غير، في طرق تانية كتير. او انزل مع صحابي واصور ستوري بقى والحاجات دي. في طرق تانية كتير تخليه يغير بيها او تلفت نظره ان هو مش بيهتم بيها شويه، بس من غير ما انا اضايقه او ابقى باخدش رجولته بطريقه غير مباشره. دي سورس لمشاكل. فانا حابه ان احنا يعني الامور الوسطيه مهمه قوي. الجيل الجديد طبعا كله جيل السوشيال ميديا، الجيل ده ادكتد للسوشيال ميديا، لم يستطعم طعم الحب ولا طفوله ولا الحقيقي حاجة. على فكره ما عاش اي مرحله، لان حياته كلها مخترقه بعالم فانتزي بيدي سعاده مش حقيقيه، سعاده مؤقته. لكن العطاء، فهمي للشريك الاخر، احساسي ان انا بشتغل على علاقتي بزوجي وبحط فكر وبحط رولز في بيتي عشان يبقى اسعد، ده في حد ذاته بيخليكي تحافظي على بيتك طبقا لنسب الطلاق اللي احنا شايفينها. يعني على قد ما بتعب ان انا انجح علاقتي الزوجيه، لان ربنا امرنا بده ان احنا نجاهد علشان نخلي حياتنا الزوجيه سليمه. الفكر السائد دلوقتي لناس كتير بتقول، انا وانا بيقابلني ناس في العياده بالفعل عندهم مبدا ان انا لا مش خلاص مش مهم نتجوز، مش مهم في ناس في مبدا في شريحه من المجتمع بتدعم مبدا ان احنا خلاص العالم مش حلو فنخلف ليه. لا لا، احنا كده بنخالف الفطره، بنخالف ديننا. احنا لازم نجاهد علشان نخلي العالم حلو، نجاهد عشان نرجع ترجع نسب الطلاق في تراجع. بلاش نخلي السوشيال ميديا، وده كان مخطط لصانعي السوشيال ميديا ان هم يسيطروا على عقولنا افكار غريبه بيحطوها في دماغنا وصارنا. حقيقي حقيقي. طيب لو دلوقتي واحد ادكتد للسوشيال ميديا يعمل ايه؟ كويس قوي السؤال ده، انا بحييك عليه. هو بالفعل احنا بقى موست، يعني اغلبنا بقى ادكتد للسوشيال ميديا. انا شايفه ان كل حاجه عشان ابطل ابقى مدمن ليها لازم اقللها بالتدريج. مبدئيا لازم اتنبه ويبقى عندي اراده ان السوشيال ميديا بتاخد جزء كبير من تفكيري في الحاجات الاساسيه اللي تظبط لي مستقبلي، سواء على مستوى الاسره او على مستوى العمل. بتاخد وقت كبير من وقتي ومن تفكيري، فانا عايز اقلل الوقت ده على قد ما اقدر. لان هي ليها طبعا طرق جاذبيتها انها تسرق الوقت بتاعنا طبعا. فخليني بالتدريج ابقى محدد لنفسي ان انا لو انا موجود مثلا مع مراتي في البيت مفيش داعي ان انا كل شويه اقعد امسك الموبايل. خلينا نتكلم ايه الحاجات اللي مضايقاني منها، ومش بطريقه خناق، ان انا الفت نظرها ليها بطريقه غير مباشره، والعكس برضو للزوجه بطريقه غير مباشره، وان انا انتقي الوقت اللي اقوله لها فيه، وابدا الاول بان انا اشكر فيها، وبعدين اقول لها بطريقه ان انا مثلا انا كنت هبقى مبسوط اكتر لو عملتي كذا، مش بانتقاد. ايوه ايوه. ففي طريقه يعني ان انا اوصل بيها المعلومه، لكن في نفس الوقت ما تبقاش بطريقه جارحه. والكلام للزوج والزوجه او للكابلز، يعني سواء خطيب او خطيبه، لازم المعلومه توصل بس بطريقه مش جارحه. والوقت مهم جدا، التوقيت خصوصا بقى للزوج. يعني الست ما عندهاش مشكله ان يشاركها يلفت نظرها في اي وقت. الزوج عنده مشكله ان احنا عندنا حاجه اسمها الرجل الفقاعه. الرجل لما بيكون تحت ضغط يوم شغل كبير بيحتاج لما يرجع بيته ان هو
يبقى قاعد في هدوء. عنده مي تايم اللي هو برايفت تايم لنفسه. عنده ان هو احنا بنقول عليه فقاعة اللي هو بيبقى قاعد عايز يصفي ذهنه بعد ضغط الشغل. لان الراجل ما عندهوش المالتي تاسكس على فكره زي الست. فبيبقى الضغط جدا ذهنيا خلال وقت اليوم. فهو عايز لما يرجع البيت يلاقي حد بيضحك قدامه مجهز الغداء مجهز الغداء وما بيكلمش في مشاكل. أيوة. ممكن بقى بعد ما ياكل ويريح شويه وبالليل بقى ممكن نتكلم نبتدي نتناقش بقى نبتدي نتخانق. موده كويس ابتدي اقول له. أيوة. لكن اول ما يرجع من الشغل او يدخل من باب الشقه اقول له يعني المصايب اللي حصلت في اليوم لا مفيش داعي خالص للتوقيت ده. فدي طرق وتبس بسيطه يعني يا ريت ناخد بالنا منها. كمان لكل الزوجات خلي بالك الراجل عنده الحاجة للحرية. لو انت كبتيها وحسستيه ان هو مراقب هيطير هيتخنق. مش قصة هيطير هيتخنق. فلازم تسمحي له ان هو يبقى ليه وقت لاصحابه. لازم تسمحي يبقى ليه وقت ان هو يتفرج على ماتشات الكورة من غير ما يحس ان انت متضايقة ان هو بيتفرج وسايبك او هملك. لان هي دي الحاجات اللي بيصفي بيها ذهنه.